صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميت غاديو. يوم جمعة مبارك يا رب، إن شاء الله كنتمنوه للجميع. موعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحة والسلامة ديالكم في برنامج صحة وسلامة. وككل يوم جمعة كيكون عندنا موعد مع الأستاذ محمد الحليمي، أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. في الحلقة ديال البارح كنا معاه، تكلمنا على الأسماك، عرفنا القيمة الغذائية ديالها، عرفنا كذلك أستاذ محمد الحليمي على شنو هو الفرق ما بين الأسماك وما بين فواكه البحر، وتكلمنا كذلك على شكون يعني هما الناس اللي لازم يقلوا من تناول السمك، وعرفنا كذلك شنو الأهمية ديالو بخصوص الأطفال لما كيكونوا في المرحلة ديال النمو، بحيث أنه كيلبي الحاجات ديال الجسم ديالهم. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا كذلك، وإحنا مازال سلسلة من الحلقات اللي هي خاصة بالأغذية النجوم. علاش سموها الأخصائيين في التغذية هذا الاسم؟ لأن القيمة الغذائية ديالها كبيرة بزاف. بعد ما كنا تكلمنا كيف ما قلت على الأسماك في الحلقة ديال البارح، اليوم غادي نتكلموا على الدجاج البلدي والكثير من النقاط ومن المعلومات غادي نكتشفوها اليوم ونتعرفوا عليها مع الأخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية الأستاذ محمد الحليمي. فمرحبا بكل أسئلتكم اللي هي مرتبطة ومتعلقة بموضوعنا اليوم. أرقامنا كالعادة 05 22 46 50 51 أو 52 أو 05 22 43 00 09. ما تنسوش كذلك عن طريق الرقم 5080 إلا كتبتوا كلمة صحة SAHA كتخلوا فراغ صغير وكتبعثوا السؤال ديالكم للرقم 5080 وإن شاء الله نجاوبوا عليه خلال الحلقة. ثمن الأسماس هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. مباشرة غادي نمشيو عند أستاذ محمد الحليمي، هو معنا على الخط. صباح الخير وأهلا بك أستاذ محمد الحليمي، يوم جمعة مبارك إن شاء الله. تحية لك أختي عفاف، وتحية لفريق الأعمال، وتحية للمستمعين الكرام، وتحية لأسرة الماد راديو كاملة، وإن شاء الله صباح الصحة والسلامة للجميع، وجمعة مباركة للجميع إن شاء الله. يا ربي إن شاء الله. البارح أستاذ محمد الحليمي كنا معاك، تعرفنا على بزاف ديال المعلومات فيما يخص الأسماك والفرق ما بينها وما بين فواكه البحر، وعرفنا القيمة الغذائية ديال كل وحدة فيهم. إحنا مازال في سلسلة ديال الحلقات اللي هي خاصة بالأغذية النجوم، وقلنا راه هاد الأغذية خدات هاد الاسم ديال الأغذية النجوم، كيف ما كاين النجوم كيف ما في الحلقة ديال البارح طبعا مشاهير في الفن وفي الرياضة، فحتى الغذاء كذلك كاين نجوم وهما الأغذية اللي كتكون القيمة الغذائية ديالهم كبيرة بزاف. اليوم غادي نتكلموا على الدجاج البلدي. فيعني في البداية أستاذ محمد الحليمي كنعرفوا أنه كاين أسر مغربية اللي الدجاج ما كتستهلكوش إلا إذا كان بلدي، يعني وإلا كان متاح بطبيعة الحال. فهنا إلا بغينا نتكلموا على القيمة الغذائية ديالو، شنو هي أهم العناصر الغذائية اللي هي حاضرة في الدجاج البلدي، وكذلك غادي نتكلموا اليوم معاك على شنو الفرق ما بين الدجاج البلدي والدجاج الرومي. نعم، اولا لما نتحدث على عن الدجاج البلدي، هو في قانون الطبيعه، في قانون الطبيعه لا وجود للاشياء الاخرى، وجود فقط للدجاج البلدي. والدجاج البلدي الله سبحانه، لان كما هضرنا البارح على الاسماك وقلنا الله سبحانه وتعالى وصفها دائما لما يتحدث الاسماك يصفها باحسن صفه يحبذها الانسان هي الطراوه. الله سبحانه وتعالى بالنسبه للطير، وماشي غير الدجاج البلدي، الطير كامل، يعني لا الدجاج البلدي ولا لوجيبي، يعني الصيد اللي عطانا الله سبحانه وتعالى هو من احسن ما كاين على وجه الارض. علاش؟ غادي نشوفوا علاش، وغادي نعطيو بعض العناصر اللي هي مكونه لهذا. على بالنسبه للدجاج ولا الطير بصفه عامه، الله سبحانه وتعالى في سوره الواقع يقول وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وبالتالي لحم الطير مهم جدا بالنسبه للحياه اليوميه ديالنا، وخاصو يكون في الحياه اليوميه ديالنا. بالنسبه المغرب ما كاينش مشكل. علاش؟ لان الثقافه الغذائيه المغربيه، الكنز المغربي في قديم الزمن للاسف ما بقاش اليوم، في هاد بعض الوجبات غادي نتحدثوا عليها. الوغ بالنسبه للدجاج البلدي كقيمه غذائيه، غادي نشوفوا كل عنصر على حده، ولكن كقيمه غذائيه بصفه عامه، هو الله سبحانه وتعالى عطاه واحد التركيبه سبحان الله. عنده اولا جهاز هضمي فريد من نوعه، ما عندوش الاسنان، هو عنده المنقار، يعني كياخذ بالمنقار ديالو هو، لا الحبض ولا حتى الطريقه باش كياخذ بها سبحان الله هي طريقه فريده من نوعها، لانه هو ماشي بحال الانسان، هو عنده فعلا عنده جهاز هضمي، ولكن ما هو عنده فقط المعي الدقيق، يعني ما عندوش المستقيم بحال الانسان ولا المعي الغليظ، هو عنده فقط المعي الدقيق. وهذه هذا اعجاز من عند الله سبحانه وتعالى. ريش الطير هو ريش معروف، وفي قديم الزمان كان يعني الثمن ديالو طالع، وحتى الدجاجه لما كتكون كنقولوا حنا بالدارجه كتحضر على البيض ديالها واحد الطريقه، حتى انها كترفع درجه الحراره اللي كتبقى في 37 وكتبقى تقلب ذاك البيض. هادشي هذا سند من عند الله سبحانه وتعالى، يعني احسن كل شيء خلقه. انا اقول احسن لحم طبيعه بعد الاسماك هو لحم الطير، وخاصه اللحم ديال الدجاج. علاش؟ يعني غادي نشوفوا هاد العناصر عن تحدثوا عليها بالتفصيل، ولكن بصفة عامة هو فيه ديفيتوسخوجين. شوف سبحان الله،
الفيتوستروجين هو عبارة عن هرمونات نباتية أعطاها الله سبحانه وتعالى. لا 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 كما قلنا البارح في الأسماك عندها صفة ديال النبات فيها الدهنيات غير مشبعة، هكاك اللحم ديال الطير وخاصة الدجاج البلدي فيه صفة ديال النبات فيه عنده الفيتوستروجين، اللحم الوحيد في الطبيعة اللي فيه الفيتوستروجين. غادي نشوفوا هاد الفيتوستروجين شنو الدور ديالهم. كذلك فيه أملاح معدنية وخاصة الحديد، وأحسن حديد يمتص بشكل جيد موجود في الطبيعة، أقول في الطبيعة بصفة عامة، هو الحديد اللي كاين في الدجاج البلدي. كذلك لا فيه فيتامينات جروب بي، فيه ديجا زيد امين ايسونسييل يعني احماض امينيه اساسيه، فيه لو رابور كالسيوم فوسفور بشكل جيد، فيه مانغانيز وكنعرفوا الدور ديال هذا. وسبحان الله في قديم الزمان المراه فاش كانت كتولد كتكون محتاجه البروتينات الدائبه، كتكون محتاجه الحديد، هادشي محتاجه باحتياج مباشر، بروتينات دائبه، حديد، فيتوستروجين، فيتامينات جروب بي. الوغ شوف الامهات كانوا كيمشيو سبحان الله، كانوا الناس في قديم الزمان لا زعما ما شاء الله يعني ما سبقوا المختبرات، يعني مثلا الرفيسه المغربيه مؤخرا عاد ظهرات الجمع بين الدجاج البلدي والحلبة، يعني الجمع بين الدجاج البلدي والحلبة هو غذاء راقي جدا، لا من حيث المذاق ولا من حيث المكونات ولا من حيث القيمه الغذائيه اللي يالله وصلها المختبر. الان احنا في قديم الزمن وللاسف اللي موقات ماشي غير المراه اللي النفس، حتى الدراري اللي كيديروا لا سيركونسيزيون اللي كيديروا الختانه، الناس اللي كيخرجوا من لي بلوك اوبيراتوار، الناس اللي كيكون عندهم عمليات الجراح العمليات الجراحيه واخا كانت قليله في قديم الزمن، ولكن المراه نفسها ولا الدري اللي كيدير الختانه ولا الناس اللي كيديروا الجراحه دائما ومن المفروض انهم ياخذوا المرق ديال الدجاج البلدي. حتى المراه لما كتمر الدوره الشهريه ماشي اختياري، اجباري، يعني خاصو يكون اجباري ان المراه من بعد الدوره الشهريه خاصها تاخذ هاد المرق ديال الدجاج. وبالتالي الا لاحظنا ان الناس في قديم الزمن وبدون وجود المختبرات كان عندهم واحد الغذاء اللي هو غذاء راقي جدا. الوغ اليوم ولا السؤال المطروح، لان الناس ولا دابا الانتاج ديال، حنا تحدثنا البارح اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء، لا علاقه باللحوم البيضاء في البر، يعني اللحوم البيضاء لا توجد في البر، اللحوم البيضاء توجد في البحر، واللحوم الحمراء توجد في البر. علاش؟ لان عندها الهيموغلوبين، عندها ذاك اللون الاحمر. واللي لاحظتوا ان علاش الدجاج البلدي يعتبر راقي، لان هو يتحرك بالرجلين ديالو بالجناح ديالو، يعني الا لاحظتوا الدجاج البلدي كيسرح كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا. الوغ الى في الباديه والناس كيلاحظوا، يعني المغاربه عندنا الباديه واكيد ان كل شيء غادي يكون مشاف في هذا الشيء في الباديه. لما كنبغيو نشدوا واحد فروج ولا دجاجه بلديه راه جو بونس لما الناس كيمشيو وكيكون هناك واحد، يعني حنا المغاربه وهذا جميل جدا معروفين بكرم الضيافه، كيمشي شي واحد كيبغيو كيشدوا له واحد الفروج بلدي ولا دجاجه بلديه، الوغ باش يشدوه ربما خاصهم ساعه المكانه بالفعل كيعذبهم ثلاثه اربعه الناس باش يشدوه بالفعل. غنرجع لك نعم غنرجع لعندك دائما استاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه على الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. فاصل اعلاني وراجعين، بقوا معنا على ميد راديو برنامج صحة وسلامة دائما مستمر معكم. فمرحبا بتواصلكم معنا اليوم رفقة الأخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية الأستاذ محمد الحليمي، وحنا كنتكلموا اليوم على الدجاج البلدي. أرقام التواصل معنا 0522 50 51 52 أو 05 22 00 بإمكانكم كذلك تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080 فقط إلا كتبتوا كلمة صحة مرفوقة بسؤالكم وكتبعتوا كل شيء للرقم 5080. غادي نمشيو نتواصلوا هاد المرة مع رقية على خط من مدينة الدار البيضاء. صباح الخير رقية. هلو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس عليكم؟ الحمد لله. كيداير الأستاذ ديالنا؟ لاباس الحمد لله، ربي يخليك. مبروك عواشركم. علينا وعليك إن شاء الله. الله يطول عمركم. الله يخليك، بغيت غنسول دابا حنا تناخذوا الدجاج من هاد الأحياء اللي عند الباعة اللي كيكونوا في الأحياء. هذاك الدجاج اللي عندهم دجاج بلدي وكناخذوا ب 1300 الكيلو. وفعلا وعاوتاني الا بغينا نشريو دجاج بلدي شنو العلامات باش نعرفوا هذيك فعلا راه دجاج بلدي.
واخا نجاوبوك ان شاء الله. وعاوتاني هاد الدجاج اللي كناخذوه في الطاسه 100 كيلو نقول على انه بلدي، ملي كنطيبو مابقاش تكون في ديك الزبده اللي كتكون في الاول شحال هادي، وحتى الريحه مابقاش تحت هذيك الريحه هذيك اللي يشم الريحه يقول اه الدجاج بلدي، وخا الريحه كتكون. نعم نجاوبوك ان شاء الله رقيه، شكرا على التواصل ديالك معنا. بارك الله فيكم. العفو يا رب امين، هذا واجب علينا. اذا انا استاذ محمد الحلمي، ربما بالفعل هذا السؤال كيطرح عند بزاف ديال الناس، كيفاش نقدروا نعرفوا الدجاج البلدي؟ نعم، اولا بالنسبه للمغاربه لا يخفى عليهم الدجاج البلدي، يعني المغاربه كيعرفوا الدجاج البلدي وكيعرفوا كيفاش ياخذها، غير واحد المساله مهمه جدا والمستهلك خاصو يرد البال، لان دائما احنا لما نتحدث في البرامج عن بعض الاشياء وبعض الاغذيه اولا ربما كيطلع الثمن ديالها، علاش؟ لان كيولي عليها اقبال والناس كيولي بواحد الطريقه، وحتى الناس كيبقاو يستعملوا بعض الحيل. الوغ الدجاج البلدي كتعريف، اولا خاصو يفقص بطريقه معروفه، الناس طريقه التفقيس ديال الدجاج البلدي معروفه، الدجاجه كتحضن على البيض بواحد المده. نعم تماما، يعني 37 درجه حراره من بعد كتفقص، هذا اولا. ثانيا خاصو يتربى، هو كيبغي يهبش في الارض، يعني خاصو ما خاصوش واحد المساحه ضيقه، لان الدجاج البلدي كيبغي يتمشى، لان الا درنا له واحد المساحه ضيقه كيتزاد في الوزن، كيتزاد الكوليسترول، كتزاد نسبه الدهون، لان الدجاج البلدي العادي نسبه الكوليسترول قليله جدا، وبالتالي ربما نسبه اقل نسبه الكوليسترول بالنسبه للمصادر بالنسبه للطيور. للاسف بعض الناس دابا وفي الباديه، هادشي شوفوا معايا شخصيا، كياخذوا العلف المركز وكيعطيوه لهاد الدجاج هادو. اولا اما كيكونوا داك الفليلسات، كيكونوا داك الكتاكيت كيكونوا صغارين جايين بشي طريقه، ومن بعد كيعطيهم وكيبانوا بانهم بحال الدجاج البلدي. واما كيكون فريمون الدجاج البلدي وكيعطيوه داك العلف المركز، يعني داك الفليلسات كيعطيوهم العلف المركز، ومن بعد كيقدموه على شكل دجاج البلدي. الوغ باش نكونوا حاسمين في هذه المساله هذه، الدجاج البلدي عنده مذاق مميز، الدجاج البلدي عنده لون مميز، كنعرفوا حنا اللون ديال خاصه الفخذ ديال الدجاج والكتف ديال الدجاج كيكون احمر قاتم، واحد الحمره اللي هي فريده من نوعها، وبالتالي لا يخفى عليكم انكم على الدجاج البلدي على المغاربه. غير واحد الحاجه، انسان الا بغى ياخذ الدجاج البلدي يحاول يمشي، احنا عندنا الباديه المغربيه، هاد الناس كاينين بعض الناس اللي نزهاء، وكاين بعض الناس باش نشجعوهم، لان هاد الناس هادو الناس الباديه راه ولاو كيعانوا للاسف. انا كشفت واحد الظاهره اللي اتاسف عليها، كاينين بعض الناس في الباديه انا شخصيا شفتهم كيمشيو كياخذوا مثلا فروج بلدي كيديوه يبيعوه في المجال الحضري باش ياخذوا شي جوج من ذاك الاشياء الاخرى من هاد الانواع اللي كاينه دابا. الوغ هذا مؤسف جدا، وبالتالي باش نشجعوا هاد الناس هادو نخرجوا ما فيها باس، انسان يمشي يخرج الطبيعه، لحقاش الانسان ابن الطبيعه خاصو يخرج الطبيعه. كاينين الناس واغلب الدجاج البلدي مازال كاين في المغرب، والحاجيات ديال المغاربه من الدجاج البلدي هي كافيه، ماشي غير في رمضان، في الايام 365 يوم كافيه الحاجيات ديالنا من الدجاج البلدي، غير الانسان يخرج للباديه ويقلب عليها. لان الا بغينا العسل البلدي، الا بغينا لا جولي رويال، الا بغينا البروبوليس، الا بغينا الدجاج البلدي، راه ما كيجيناش، هو ماشي هو اللي كيجي عندنا، خصنا نمشيو نقلبوا عليه، لان كاين بعض الناس كيقول لك لا كيمشي كيلقى بعض الانواع ديال العسل ولا الوغ هاد الانسان الا بغيتي شي حاجه دو كاليتي انت خاصك تمشي تقلب عليها، وكياخذ واحد الوقت، يعني واحد الاسبوع ولا هذه باش تلقى هاد الاشياء هذه. وبالتالي إذا بغينا شي حاجه مزيانه حنا نمشيو نجيبوها من الباديه، ماشي نتسناوها تجيو عندنا، باش نضمنوا اننا تكون عندنا واحد مثلا واحد الغذاء اللي هو فعلا مضمون. نعم نتواصلوا هذه المره مع ليلى كذلك معنا على الخط، ناخذ السؤال ديالها. مرحبا بك معنا ليلى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي داير اختي؟ بخير، مبروك عواشركم. علينا وعليك ان شاء الله ليلى. اختي حنا ما كرهناش وحق الله تزيدونا ساعتين في هذا البرنامج. ما كنسخاوش بالدكتور والله وبالنصائح ديالو. شكرا لك ليلى. اختي باش ما نطولش عليكم الله يخليك، بغيت غير نعرف الفرق بين مثلا دجاج كروازي، واش عنده توا شي منافع ولا توا بحالو بحال دجاج رومي؟ واخا نجاوبوا كذلك ان شاء الله ليلى. العفو. شكرا لك علينا وعليك ان شاء الله. اذا نجاوبوا استاذ محمد الحليمي ليلى قبل ما نمشيو للفصل. نعم. نعم. اولا بالنسبه لقانون الطبيعه لا يضم الاشياء الاخرى، انا ما غاديش نسميها ولكن هذيك عباره عن اشياء.
اذا ما كتبتهاش حتى مصطلح اغذيه نهائيا وسمح لي كتسميها اشياء باش نكونوا واضحين. هو قانون الطبيعه يضم الدجاج البلدي صافي، ماشي غير الدجاج البلدي وكيضم بيبي البلدي، يعني ذاك اللدان اللي كناخذوها البلدي ماشي 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 هذيك الاشياء الاخرى. وبالتالي الانسان الا بغى لحقاش المشكل، انا كنقول عند المغربيات بالخصوص، هاد العصبيه اللي ولات دابا، وهاد كما كنقولوا احنا هاد الخاطر الضيق اللي ولا دابا عند المغاربه، ياتي من هاد الهرمونات اللي المراه كتاخذها. جسم الانسان بحالو بحال جسم الحيوان، يعني جسم الحيوان مثلا الدجاج البلدي 99.9 من الغذاء ديالو هو نباتي. هكاك الانسان اللي بغى يستهلك الحيواني يستهلك هاد الدجاج، خصو يكون الاصل. لحقاش علم التغذيه ما بقاش هاد الاشياء اللي ولا بعض الناس كيتحدثوا عليها، وللاسف كنشوفهم علم التغذيه ولا اعمق، وعلم التغذيه فيه علوم اخرى، فيه علم السمك، فيه علم اللحوم، فيه علم النبات، فيه لافيتوثيرابي، فيه هادشي. هذا اللي خاص اخصائي التغذيه يكون عاودوا وصلوا ووصل بواحد الطريق، خاص اخصائي التغذيه يكون خارج وعارف الباديه شنو فيها، وعارف ويكون فلاح، ويكون باش انك توصل واحد المعلومه بشكل جيد. وهادشي اللي كنهضروا عليه حنا انطلاقا بالتجارب، لحقاش حتى حنا كنعيشوا في الباديه وكنمشيو وكنشوفوا شنو كاين. الوغ هاد الاشياء اللي خاصها تكون، جسم الانسان لا يجب ان يتقبل هرمونات. مشكل عند المغربيات اننا ولينا كنتقبلوا هرمونات في الاكل ديالنا، يعني الاكل لا يجب ان يتقبل هرمونات. لما يتقبل هرمونات كيولي عندنا مشكل هرموني، كيولي عندنا ربما قله الخصوبه، كيولي عندنا بعض الناس اللي كيعانيوا. انا اقول المراه بعض الامهات وبعض الحالات اللي عندهم مشكل هرموني، شنو خاصهم يديروا؟ يحيدوا اللحوم بصفه عامه، يخليوا الدجاج البلدي ياخذوه غير مره في السيمانه. احنا كما قلنا الاسبوع الحلقه ديال البارح قلنا احنا لحم الطير ذكرت في القران هكا كلحم مره واحده، الوغ نخليوها مره واحده في الاسبوع يكون دجاج بلدي، ناخذوا الاسماك جوج مرات في الاسبوع، وناخذوا اللحوم الاخرى مره في الاسبوع. هذا نظام راقي جدا، ونكونوا نباتيين، نحيدوا نقلوا شويه من السكر، ناخذوا الخبز الكامل. اكيد انا يعني 100% ان المشكل غادي يتحل، ولكن ناخذوا هاد الاشياء اللي كاينه دابا، هاد البيض، انواع البيض اللي كاينه دابا، هاد المقليات، اكيد انه غادي يكون عندنا مشكل في الجسم ديالنا، وغادي يكون عندنا مشكل هرموني. ولما كيكون مشكل هرموني كتقل الخصوبه، ربما يوصل حتى العقم. كاين بعض الامهات هادي شحال كانوا كيديروا، كيقول لك غنمشي نعمر. شنو معناتها يعمروا؟ كيعمروا الدجاجه بالاعشاب، وكيكون دجاج بلدي، وكيجيب الله تيسير. الوغ علاش هادشي ما بقاش اليوم؟ واش كاينين دي لوبي اللي غاديين في هذا الاتجاه باش انهم ما يخليوناش ناخذوا الاغذيه الطبيعيه؟ الوغ المستهلك خص يكون ذكي، خصنا نكونوا اذكياء، لان خصنا نحميو راسنا ونحميو وليداتنا باش بالنظام الغذائي، لاننا نحن بصدد تغيير النظام الغذائي واصول النظام الغذائي المغربي واللي فيه الدجاج البلدي. وما بقيناش كنلاحظوه دابا، حتى ولات بعض الاشاعات ان شاء الله مورا الفاصل غادي نهضروا عليها، هي مساله ان الدجاج البلدي كياخذ بعض الاوساخ وكياخذ بعض. بالفعل الدجاج البلدي عنده دورين في الطبيعه، عنده دور التغذيه 50%، وعنده دور التنقيه 50%. هادو دورين خلقوا الله سبحانه وتعالى باش يديرهم، ماشي حنا نقولوا لا كياخذ اشياء وغادي نشوفوا بعض الاشياء اللي المستهلك خاص يعرفها والمستمعين خاص يعرفوها باش يطمئنوا ويكونوا مطمئنين لما ياخذوا هذا الدجاج البلدي. نعم رجع لك دائما استاذ محمد الحليمي، غادي نتكلموا كذلك على يعني كل المسائل اللي كيعرفوها طبعا الامهات المغربيات باسم القشيوشات ديال الدجاج، كذلك غادي نتكلموا عليهم اليوم على الدور ديالهم اشنو فيهم، لانه كنعرفوا كاين سيدات اللي كيستهلكوهم وكيعملوهم الاسر ديالهم، وكاين سيدات اخرين اللي كيرميوهم كتقول لك لا انا من الاحسن يعني كنشك فيهم بالنسبه مثلا حتى العنق بالنسبه للجناوح ديال الدجاج وكذا، فكترميهم وما كتستعملهمش نهائيا. غادي نرجعوا نناقشوا معك هذه المساله كذلك الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه دائما في برنامج صحه وسلامه على الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. فاصل اعلاني ورجع لكم مباشره، خليكم دائما معنا. الدجاج البلدي هو ثاني غذاء كيجي من بعد الاسماك في ترتيب الاغذيه النجوم، وهي الاغذيه اللي فيها قيمه غذائيه كبيره. والدجاج البلدي من الاغذيه الغنيه بالكثير من العناصر الغذائيه، واللي منها بروتينات، فيتامينات، حديد، املاح واحماض امينيه. وباش يكون الدجاج البلدي داخل في نظامنا الغذائي بشكل صحي وصحيح، فلازم يكون حاضر فيه بمعدل مره في الاسبوع. كانت هذه فقط نصيحه اليوم.
ومرحبا بتواصلكم معنا مستمعينا الكرام. ارقامنا دائما هي 0522 47 72 50 51 او 0522 43 00 00. ما تنساوش عن طريق رقم 5080 كتبوا كلمه صحه مرفوقه بسؤالكم وبعتوها لهذا الرقم. غادي نمشيو نتواصلوا هذه المره مع ام ايه معنا على الخط من تيزنيت. صباح الخير ام ايه. ام ايه اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا اختي تنشكركم على هذا البرنامج القيم اللي تنستافدوا منه بزاف عام. مرحبا بك ام ايه. بارك الله فيك. تقريبا بالنسبه لك نفس السؤال واخا تقريبا وصل لهذه المساله على داك الدجاج البلدي. واش هو تيتعرض لنكات تعديل وراثي واش كاين فيه هنا؟ نعم في المواد المصنعه واش دخل فيه تعديل وراثي؟ هذا من ناحيه سميتو. وزيد تقول لك بان المراه راه تقريبا خصها تيفيتي باش يكون عندها توازن هرموني تيفيتي جميع اللحوم بما فيها الدجاج البلدي. واش هذه الفكره صحيحه ام لا؟ واخا نجاوبك ان شاء الله. الله يجازيك بخير. البارح نعم. نتصل بكم على ود الاسماك. اييه وما تحت ليش الفرصه. ماشي مشكل مرحبا ام ايه. الله يعطيك السريه. بحال دابا نحن ما تنقتنوش من المرصى تنقتنوه من السوق ديال السوق العادي. واخا ولكن ما تنجيبوه تنكونجيليوه. وقال واش هذه الفكره صحيحه لان قال لك ديجا تيكون مكونجي في البحر الصحيح واش هما الخطوره اللي كتسبب هذه المساله هذه؟ الا كانت شي خطوره شنو هي نعرفوها؟ الله يجازيك بحال اللي تنتعاملوا بها بزاف. واخا ام ايه ام ايه شحال تقريبا كتخلي الاسماك في المجمد عندك؟ شحال كتوصل للمده؟ تقريبا نقول لك كان هذاك 15 يوم هكذا ولكن تنجيبوها هي من السوق ديال الاسماك. نعم من المارشي كيف ما تسميها. من المارشي. واخا ومن تنجيبوها تنكونجيلوها. الله يجازيك بخير. نجاوبك ان شاء الله ام ايه. شكرا اللي كنتي معنا من تيزنيت. طيب الا سمحتي نجاوبوها استاذ محمد الحلمي ما كانش حال فالحظ في الحلقه معاك ديال البارح لما تكلمنا على الاسماك وكنتي شرتي انت لهذه النقطه وربما يعني فاتت ام ايه. الاسماك في المجمد كتخليها تقريبا المده ديال 15 يوم زوج ديال الاسابيع. نعم الى لاحظتوا الامهات لما كنحطوا الاسماك في المجمد وكنبغيو نديكونجليوها لا تيكستور ديالها وهي كتكون فخاجيل. يعني الا بغينا نخليوها ماشي بحال اللحوم نقدروا نكونوا شويه اغريسيف معاها ونحيدوا لها داك الثلج لحقاش بعض المرات نكونوا شويه مزروبين. ولكن الاسماك ما كتبقاش لا تيكستور ديالها مزيان. هذه بالنسبه لا تيكستور. عاد بالنسبه قلنا الاسماك في الحلقه ديال البارح قلنا الاسماك فيها مغذيات قويه جدا وكذلك فيها انزيمات قويه لحقاش الاسماك هي انزيماتها منها ودهونها منها وبالتالي الاسماك في الكونجيلاتور احنا لا ننصح بها ما عدا الناس مثلا كاين منطقه ديال الجنوب مثلا منطقه طاطا اللي ساكن مثلا في تيسينت اللي ساكن في مزقيل هذوما الناس اللي الاسماك ربما كتوصل لهم مره في الاسبوع كتوصل لهم الاربع وجوج مرات في الاسبوع الاربع والسبت كيوصل لهم وكتوصل لهم كونجيلي الوغ من هنا كيبقى شر لا بد منه. ولكن دائما شنو كنقولوا الغذاء لما كيخرج من الفريغو ويعاود يرجع للفريغو هذه ربما اخطر من داك التبريد في حد ذاته. وبالتالي الا كان مثلا المناطق اللي فيها البحر يعني لا يسمح بهذا الطريقه هذه. ولكن الا كان شي منطقه مثلا اللي فيها مثلا ما فيهاش البحر والسمك يوصل لها واحد مرات قليله الوغ ما فيها باس. علاش؟ لان انا بالنسبه لي اللهم يديروا هذه الطريقه ولا يمشيوا لذاك المعلبات وممكن يكون عندهم مشاكل اللي هي مشاكل غير 15 يوم بزاف. عافاكم الاسماك 15 يوم بزاف لو ماكسيموم نخليوها اسبوع هكا واحد 13 يوم 12 يوم ولكن اسبوع باش ما نوصلوش لواحد لدرجه اننا كناخذوا ماشي اسماك ولكن فقط كناخذوا حتى الى لاحظتوا حتى المذاق يتغير. واكيد ان المذاق سيتغير. علاش؟ لان دائما احنا الرسول الله سبحانه وتعالى تحدث عن السمك وارفقه دائما بكلمه طري. وبالتالي الطراوه هي صفه محببه عند الانسان وضروريه بالنسبه للغذاء ديالو. نعم سولت ام ايه بالفعل استاذ محمد الحليمي على علاقه يعني توازن الهرموني عند المراه بالدجاج. يعني قالت باش يكون عندها توازن هرموني خاصه تفادى اللحم بما فيه الدجاج. نعم هي المعلومه اللي جات فيها الاخت نصف المعلومه صحيح ونصف المعلومه خطا. هو الذنب ماشي ديالها الذنب ديال المعلومات اللي الناس اللي كيعطيو هذه المعلومات هذه. لا 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 نصف المعلومه الاول هو ان كون ان الانسان الا بغى وخاصه المراه
الى هاد المسائل هادية عفاكم راه مسائل علمية مضبوطة مدققة. الى بغات المرأة يكون عندها توازن هرموني خصنا نحيدوا الاشياء الاخرى ونخليو الدجاج البلدي. الدجاج البلدي خاصو يكون عند المرأة ضروري. علاش؟ لان مسألة باينة فيه لي فيتوستروجين، وهاد لي فيتوستروجين هي عبارة عن هرمونات من اصل نباتي، وبالتالي كتدخل في تنافسية مع الهرمونات اللي عند المرأة، وما كتبقاش المرأة تنتج هرمونات ديالها بشكل كبير، وكيولي عندها واحد التوازن هرموني. وبالتالي الدجاج البلدي عند المرأة سواء كانت مرأة حامل او المرأة مرضع او المرأة العادية او مثلا الفتاة او الى كانت مثلا في سن مازال في سن المراهقة، ضروري ومؤكد ناخذ الدجاج البلدي. غير هو يكون معدل مرة في الاسبوع، اقولها واكررها، معدل مرة في الاسبوع. علاش؟ لان اولا القرآن الكريم تحدث على هذا النظام. ثاني حاجة الدجاج البلدي فيه بروتينات عالية الجودة تقدر تعطينا حمض اليوريك، وخا الناس اللي ما عندهمش لاغوت تقدر تكون الناس العاديين تعطيهم الحمض اليوريك. كذلك حنا الى لاحظتوا حنا كنتحدثوا على الغذاء وكنعطيو اسس ديال الغذاء. الدجاج البلدي جيد جدا ولكن ماشي ناخذوه بشكل يومي. يعني هذا الدجاج البلدي، فما بالك اللحوم، ما بالك داك الاشياء الاخرى. عاد كاين الناس اللي كيستهلكوها بواحد الشكل اللي هو شكل كبير جدا. واحد النقطة مهمة جدا هو أن بعض الناس وبعض الأطباء كيقولوا بأن الدجاج البلدي ما ناخدوش. علاش؟ لأنك ياخذ داك الأوساخ وكياخذ داك 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 هاد الأشياء اللي كتكون مسخة. أنا أقول والعلم يقول والدراسات تقول أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الدجاج خلق عنده داك كنقولوا احنا في منطقة ديال الشمال كيقولوا لها القنصة. كاين بعض الناس اللي كيقولوا لها داك القنصة وهي سميتها القلونسو. هذيك القنصة اللي كيحيدوها الأمهات لما كيبغيو يريشوا الدجاج ويبغيو ينقيوه. هذيك لا مومبران سمي بيرميابل. لحد الآن العلم داك لا مومبران اللي صفراء، داك القنصة اللي صفراء، لحد الآن العلم مازال ما توصل أنه يصنع مثل هذاك الغشاء هذا. يعني أقول مستحيل هادشي الله سبحانه وتعالى اللي كيقولوا السنة والقرآن اللي كيقول هادشي هذا، مستحيل أكبر سم موجود على الكرة الأرضية إلى أخذ الدجاج البلدي مستحيل أنه يوصل للشغ دياله، يوصل للحم دياله. يعني هذا من المستحيل. علاش؟ لأن الله حباه بواحد المومبغان، هذه كنسميوها حنا لا مومبغان سومي بيرميابل، اللي هي داك القنصة اللي كتكون صفراء اللي كيحيدوها العيالات. الوغ مستحيل ان هاد السموم، لان كاين الانسان اللي بعض المرة كيتكلم عن جهل، وبالتالي المعلومة اللي كيقول الانسان راه كيتحمل المسؤولية ديالو امام الله غدا يوم القيامة. الا غتعطي واحد المعلومة وتبدل نظام غذائي هو جيد عند المستهلك، من الاحسن بلا ما تهدر. يعني الانسان العلم اللحوم راه علم قائم بحد ذاته، وبالتالي خاصنا نعطيو معلومات دقيقة. اللحم ديال الدجاج البلدي مستحيل انه يوصل للسم، لان الدجاج البلدي كياكل بزاف الاشياء. يعني كياكل بزاف الاشياء، ونعطي واحد، لان الناس كيقولوا انه كياكل عقارب، كياكل بعض الديدان، كياكل بعض. انا نعطي اكثر من هاد المسائل هذه، وهذه مسائل ماشي انا اللي درتها، وهذا الشيء دار الله سبحانه وتعالى وموجوده في القانون الكوني، في الناموس الكوني موجوده في على وجه الارض. لا 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 الدجاج البلدي لما كياكل نبات كيبقى خاصه الكالسيوم. شوف الله سبحانه وتعالى الكالسيوم ملي كيجيبو الدجاج البلدي كيضطر انه ياكل الاحجار، كياكل واحد الحجيره صغار من تما كيجيب له الكالسيوم. اللي هو شويه شوكون هو مساله ان الدجاج البلدي عنده ما عندوش، هو يمتص من عنده هو المعي الدقيق، ما عندوش المستقيم. وبالتالي شوف الله سبحانه وتعالى خاصو الفيتامين ا وخاصو الفيتامين دي. هاد الفيتامينات هذه ملي كيجيبها انه كياكل 5% من البراز ديالو. وهذه مساله حقيقه موجوده، يعني باش ان الانسان. علاش؟ لان بعض الناس ربما غادي يقولوا هذه المساله ديال حنا كنقولوا كيعيفوا شي حاجه، كاين الناس كيقول لك كيعيفوا واش تسمح بالنسبه لبعض الناس هذه المساله ديال. انا نقول واحد الايه موجوده في القران الكريم. لا لا الحليب كنعرفوا حنا الحليب ديال البقر، واخا الله سبحانه وتعالى شنو قال على الحليب؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. شوف الله سبحانه وتعالى بين الفرط، الإنسان ما يمكنش يستهلك الفرط أكيد،
بين الدم، الدم محرم في الإسلام. كاين شي حاجة أكثر من هذه الشهادة اللي هي ممكن أنها تكون مقرفة، هي الفرت والدم ديال البقر. شوف الله سبحانه وتعالى نخرجوا خرجنا بين الفرت والدم لبنا خالص، هذاك الحليب اللي كنشربوه، هذاك الحليب اللي كنشربوه راه خرج بين الجا، وهذا الشهاد العلمي يلا وصل له، يعني جا من بين الفرت والدم. وبالتالي ما يمكنش نقولوا كنعيفوا شي حاجه، علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى عطاها لنا، لان هذا حليب خالص. وشوف الله سبحانه وتعالى قال لك لبنا خالص، لان اللبن في القران هو الحليب، لبنا خالصا. شنو معنى خالص؟ انه نقي، كيخرج معقم من هو ربما المشاكل تاتي بعد ما كنحلبوا، اما لما كيخرج من البقره كيخرج معقم بشروط ان البقره تكون النظام الغذائي ديالها ماشي نظام هرموني، ماشي بهذا الخبز اللي كاين. كاين بعض الابقار اللي كيعطيوهم هذا الخبز اللي كيكون غامل، كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا غامل. الوغ هذه المسائل هذه راه خطيره جدا، وبالتالي هذا مشكل كبير اخر ان شاء الله الا كان فرصه غادي نتحدثوا عليه. الوغ لبنا خالصا، شوف الله سبحانه وتعالى بين الفرط والدم للانسان شويه كيجيوه يعني الا بغينا نقولوا مقرفين، كيخرج لنا واحد لبن، وزاد الله سبحانه وتعالى موراه خالص. الوغ نفس الموضوع بالنسبه للدجاج، الدجاج كياكل اشياء ربما الى قلناها راه ربما المستهلكين ما عمرهم يمشيوا ياخذوه، ولكن الله سبحانه وتعالى طمأن الانسان وقال له خذوا، ونحن كاخصائيين كنطمئنوا المستهلك المغربي، كنقول له عافاك خرج الدجاج البلدي، الدجاج البلدي عنده ذاك القنصه ديالو كتمنع اكبر سم موجود على الكره الارضيه، تقدر تمنعه وما تخليهش يوصل للحم، وبالتالي نستهلكوه بكل اطمئنان. نعم، على ذكر هذه القنصه ولا اللي كيسميها القنزه او لا القنزه، نعم. يعني كيف ما كانت الاسماء ديالها، نعم. فالقشيوشات ديال الدجاج كيف ما كيسميهم الامهات، نعم. استاذ محمد الحليمي، نعم. كنشوف بعض الامهات اللي كيستهلكوهم، وكاين امهات اخرين اللي كتمتنع، كتقول لك انا ما غنطيبهمش للعائله ديالي بما فيها الكبده كذلك ديال الدجاج، بما فيها، نعم. العنق ديالو وبما، فانت شنو كتنصح استاذ محمد الحليمي؟ نعم. نعم، هي دائما احنا لا نمنع، هو كل ممنوع مرغوب، ولكن كنعطيو بعض القواعد. اولا بالنسبه لهذا لا الكبده ولا العنق ديال الدجاج البلدي جيد جدا، هذه الكبده والعنق ديال الاشياء الاخرى، انا اقول السموم، هذا ماشي الدجاج البلدي، ذاك الشيء الاخر، السموم تتركز على مستوى العظام وتتركز على مستوى الكبد، جميع السموم تتركز على مستوى العظام، لان الناس كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا، وهذا مصطلح شائع، كيمشيو كيمشوا ذاك العظومه، هذه المساله جيده مع الدجاج البلدي ماشي مع الاشياء الاخرى. لكن بعض الامهات كيستعملوا هذا الشيء في الحريره، كيديروا في مازال جاي رمضان دابا، كيستعملوا هذا الكبد هذا وهذا الشيء. انا اقول الاستعمالات ديال هذه الاعضاء هذه، اقول اللحم بصفه عامه ما خصوش يتستهلك، غير هو الاستعمال ديال هاد الاعضاء هي كتزيد الخطوره. وواحد المساله اخرى هي مساله الناس اللي عندهم لاغوت، الناس اللي عندهم القصور الكلوي، والمراه الحامل. المراه الحامل ما خصهاش تاخذ الكبد ديال الدجاج، علاش؟ لان فيه نسبه عاليه من فيتامين ا، والفيتامين ا ممكن يعطينا تشوهات عند الجنين، وبالتالي المراه الحامل تاخذ الدجاج البلدي، تاخذ المرقه ديال الدجاج البلدي، تاخذ اللحم ديال الدجاج البلدي، ولكن تبتعد بالخصوص، ماشي العنق ماشي الاشياء الاخرى، غير على الكبد. الكبد علاش؟ لان في نسبه عاليه من فيتامين ا ممكن انها تسبب لنا تشوه عند الجنين. ما باش نستهلكوهم، نستهلكوهم بنسبه ماشي بشكل يومي اكيد، هذا الشيء اللي كنقولوا حنايا. يعني تخيل ان النجم من نجوم التغذيه وكنعطيو ليه قانون، فما بالك ذاك الاشياء الاخرى. يعني هذا كنقولوا كنعطيوه قانون، ناخذوا هاد الكبيدات وهادو ديال الدجاج ناخذوهم، ولكن واحد المره في الاسبوع نديروهم، مثلا خاصه دابا جاي رمضان ما فيها باس، ولكن باش ناخذوهم بشكل يومي ما خاصوش يكون هادشي. هذا الوغ جيد جدا، ما عدا الناس اللي عندهم القصور الكلوي، الناس اللي عندهم قلت لاكوت ولا مرض النقرس، والمراه الحامل ممنوع انها تاخذ هاد الكبد. نعم. نعم، رجع لك دائما استاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه في برنامج صحه وسلامه، وموضوعنا اليوم على الدجاج البلدي. احنا لقاء أنا مستمر مع كل أوفياء، غادي نرجعوا مازال ونستقبلوا تساؤلاتكم وإن شاء الله نجاوبوا عليها خلال الحلقة. فاصل إعلاني ورجع لكم مباشرة. دائما على مد غاديو في برنامج صحه وسلامه، لقائنا مازال متواصل مع كل اوفياء، وارقام التواصل معنا اكيد مفتوحه دائما عن طريق رقم 5080. كتبوا كلمه صحه مرفوقه بسؤالكم وبعثوا كل شيء لهذا الرقم. غادي نمشيو نتواصلوا هذه المره مع ناديه معنا من مدينه اكادير. صباح الخير ناديه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم على هذا البرنامج. شكرا لك ناديه، مرحبا بك معنا.
اون فيت بغيت نسول على الفرق بين هذا الفروج والدجاج. اون فيت ملي كنمشيو للسوق نلقاو الدجاج ارخص من هذا ارخص من الفروج. واش بغيت بزاف ولا تيكون شارك يعني في القيمه الغذائيه واش ناقص عليه ولا لا؟ واخا نقدر نسول واحد السؤال على البيض البلدي؟ اكيد نعم نديا. هذا البيض البلدي بغيت نعرف الفرق مع البيض الرومي. بعد ما كنشريو بلدي ملي تنجي نلقى هذاك المح صفر، واش ممكن انه يكون المح ديالو صفر؟ كنلقى بزاف اللي خاسرين. واش كاين شي يعني كمختصين مش عندهم شي تقنيات باش يعرفوا ملي كيشريو واش عرفوا البيضه خاسره ولا لا؟ نعم. وحيت تيقول لك حتى البيض الرومي مع عرفتش كيديروه في جافيل وتيولي بلدي كيولي زعما بحال بلدي بياض ولا هذا. نعم نجاوبك ان شاء الله ناديا. شكرا لك. شكرا العفو. شكرا لك. كنتي من مدينه اكادير. اذا الاستاذ محمد الحليمي ناديا كتسول على ربما ذاك القيمه الغذائيه ما بين الفروج والدجاجه، واش كاين شي فرق بيناتهم؟ نعم غير بالنسبه للتنشير للمستمعين ان ان شاء الله عندنا حلقه خاصه على البيض غادي نتحدثوا عليها بالتفصيل ان شاء الله باش نعطيو الموضوع الحق ديالو. الوغ بالنسبه فعلا لما كنمشيو كنلقاو فرق بين الثمن ديال الدجاجه وديال الفروج. الدجاجه لما كتكون كنسميوها حنا على الثوقه كتكون صغيره كتكون القيمه الغذائيه ديالها اكثر من الفروج، لكن لما كتكبر وسبحان الله الدجاجه الا سمانت الدجاج البلدي الا سمان وغلاضت بزاف ما تبيضش. الوغ هذه معروفه. علاش الفروج القيمه ديالو ربما كتوصل طالعه؟ لان معروف ان بالنسبه بحال 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 الغنم بحال الكسيبه بحال بحال هذه. الوغ القيمه الغذائيه هي من حيث القيمه الغذائيه لا وجود لفرق، يعني بالنسبه باش الفرق بسيط جدا من حيث المكونات. الفروج ربما يتحرك بكثره. علاش؟ لان الدجاجه عندها مسكينه ذاك لا بيريود اللي خاصها تحضن على الدجاج وكتكون نسبه الدهون زايده شويه، نسبه الكوليسترول زايده شويه مقارنه مع الفروج، وبالتالي ذاك الشيء علاش كيكون القيمه اقل. لكن الدجاجه فاش كتكون مازال على الثقه صغيره كيكون القيمه ديالها اكثر من الفروج. هذا الشيء علاش؟ ولكن لا وجود لفرق، لا وجود لفرق. الانسان المستهلك ياخذ الدجاج كيف ما كان النوع ديالو ما كاينش مشكله. نعم. معنا اس ام اس من عند ام كوثر. استاذ محمد الحليمي كتسول كتقول احنا ساكنين في العروبيه وبغيت غير نسولكم واش الا جبنا الفلالس ولكن ديال الدجاج الرومي وربيناهم على الطريقه البلديه واش كيولوا بحال الدجاج البلدي؟ نعم تحدثت عليها هذه في الاول الحلقه قلتها. علاش عرفت؟ لان عرفت انا عارف الناس كيديروا هذه المساله هذه. انا لا احبذ هذه المساله هذه واخا انا لا احبذ هذه المساله. الا غدا تجيب الفليسات هذوك الفليسات تجيب تمشي تاخذ البيض تاخذ البيض وتعطيه لشي واحد ويفقص له هذوك الفليسات وذاك الفليسات تربيهم. علاش؟ لان ما اصله غير صحي فنتيجته غير صحيه. لان احنا خصنا نبداو، لان العكس يقدر يكون، لان كاين الناس اللي كياخذوا الفليسات ديال الدجاج البلدي وكيبقاو يعطيهم ذاك العلف المركز هنا كيتغير، لكن الاصل هو غير صحي. لا يمكن ان نتحدث عن منتوج صحي، وبالتالي منتوج غير صحي تماما ناخذوا الفليسات ديال الدجاج البلدي ونربيوهم بشكل جيد جدا. لعقاش الدجاج البلدي عنده ليموغلوبين طالعه، هادشي اللي كنلقاو اللون ديالو احمر، هذا هو الفرق بين اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. البارح قلنا الاسماك ما عندهاش ليموغلوبين، هذا هو الفرق. الدجاج البلدي عنده ليموغلوبين والحديد اللي في الدجاج البلدي احسن حديد يتم الامتصاص ديالو في الطبيعه، هو الحديد ديال كنسميو حنا لو فيغ امينيك. والامتصاص ديالو حنا عندنا مشكل ديال المغرب، ماشي مشكل في نسبه الحديد، اقولها واكررها، حنا عندنا مشكل في امتصاص الحديد. عندنا تنافسيه الاغذيه الصحيه مع العناصر الصحيه مع العناصر غير الصحيه، وبالتالي الهيموغلوبين طالعه نسبه الحديد. علاش؟ لان الدجاج كي 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 كيحفر برجلو كيحفر والاجنحه ديالو، كاين هناك حركه، كاين اكسجين، كاين الهيموغلوبين طالعه، كاين حديد طالع، وكاين الدهون اقل. لان كاين الناس اللي كيفضلوا ذاك الدجاج البلدي جيد. علاش؟ لان ما تيغون بحال الاشياء الاخرى. الوغ ناخذوها ما فيهاش مشكل، نسبه جيده من الكالسيوم فوسفور، نسبه جيده من الفيتامين ا والفيتامين او، الزنك. والمشكل ديال الزنك راه كلشي كيهضر على الحديد وكيهضر على الفيتامينات، راه الزنك هو ضابط. شوف سبحان الله الحاجيات بسيطه
لكن المشاكل كبيرة كتكون إذا كان الزنك ناقص، وبالتالي الزنك راه عنصر أساسي وموجود في الدجاج البلدي. ألوغ إلا الناس خداو الدجاج البلدي وخداو الأسماك أكيد ما غاديش يكون هاد المشاكل اللي كنعانيو منها في هاد العصر. نعم، نمشيو ناخذوا آخر مكالمة معنا اليوم. أستاذ محمد الحليمي، عبد الرحمن من واتزم. صباح الخير عبد الرحمن. عبد الرحمن طبعا. ألو، معنا عبد الرحمن ولا حنان؟ معك حفصة. أهلا وسهلا بك حفصة، مرحبا بك. حفصة مدينة الدار البيضاء. نعم حفصة. عندي السؤال ديالي هو أنني أنا عندي لو جروب بي بلس. نعم. سمعت بأن الناس اللي عندهم لو جروب بي ما خاصهمش ياكلوا الدجاج، وأنا أصلا من صغر ديالي ما عمرني ما كليت الدجاج، يعني كناكل أسماك بكثرة وما تناكلش الدجاج، وبالتالي يقولوا لي عندك غيكون عندك حتى أنيميا. ملي درت لي زاناليز خرجت عندي انيميا، انا تناكل غير اسماك ما تناكلش اللحوم زعما الحمراء وداكشي، تناكل غير كفته وخا تناكل زعما تناكلش اللحم بزاف. نعم. وملي درت لي زاناليز خرج عندي الان اف اس مزيان، وخرج عندي لا فيغيتين ناقصه شويه. لا فيغيتين هو داك المخزون ديال الحديد. نعم ديال الحديد. نعم. هذا خرج عندي نقص شويه، ولكن الان اف اس خرجت لي مزيانه. داكا غنجاوبك ان شاء الله. بغيت نعرف زعما واش خاصني نيت ناكل هاد الدجاج ولا لا، حيت ما كنا عمرني ما ذقته. وسؤال اخر الله يخليك، دابا انا متبعه واحد الحميه على حساب باش يتقادوا لي لي زهرمون، بانني ما ناكلش اللحم بمره وما ناكلش مشتقات الحليب او الحليب، وبغيت نعرف زعما واش الا خديت غير هاد الحميه شحال المده ديالها تكفيني، واش مده شهر ولا هذا بدون ما ناخذ اقراص، لان ملي مشيت عند الطبيبه قالت لي عندك خلل في زغمون وخرج لي واحد الاقراص. وبغيت نعرف زعما واش ضروري لي ناخذ اقراص ونعاون بالحميه ولا غير الحميه كافي. نعم واضحه حفصه، ان شاء الله نجاوبها استاذ محمد الحليمي، ولكن بعجاله لانه وصلنا الختام ديال الحلقه ديالنا اليوم. نبداو بالمساله ديال فقر الدم، او تحديدا الخزان اللي عنده فيه مشكل، خزان ديال الحديد. نعم، هو المسألة ديال 4 جروب سانغان 4 ريجيم الله لا يجب أن ندخل المستهلك هذه الأشياء هذه. بالنسبة للأخت اللي تحدثت على الدجاج البلدي، خذي عصاك الدجاج البلدي، خاصها تاخذ الدجاج البلدي، لأن التركيبة الهرمونية باش ترجع للطبيعة ديالها خاصها تاخذ الدجاج البلدي، لا مانع أن تاخذ الدجاج البلدي، ما ندخلوش المستهلك، لأن حقاش هذه الأشياء اللي هي هذه الأشياء مازال في الدراسات، ليست هناك دراسة مؤكدة بأن علاقة فصيلة دموية بالنظام الغذائي، ليست هناك أشياء مؤكدة، هي فقط وجبة دسمة لبعض الناس اللي كيتحدثوا على هذه الأشياء هذه. واخا، وبالنسبة للتوازن، يعني لأن عندها مشكل ديال خلل في الهرمونات، نصحتها الطبيبة أنها تأخذ أقراص، ولكن هي متبعة يعني حمية على مستوى الغذاء ديالها، فسولت أنها ما كتاخذش اللحم نهائيا وحتى الحليب والمشتقات ديالو. نعم، هو النظام الغذائي مع الأدوية يجب أن يكون نظام غذائي جيد طبيعي. لو خاصها تأخذ الدجاج البلدي، دير الدجاج البلدي واحد مرة في السيمانة، تأخذ الأسماك مرة في السيمانة، تأخذ الخضر والفواكه، تبعد على ديك الأشياء اللي قالت لها، ولكن الدجاج البلدي خاصها تأخذه، ما عندهاش علاقة بالفصيلة الدموية. إن شاء الله مازال نتحدث على الموضوع، دائما أقول للتغذية نجوم، وتذكروا دائما أن الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب والوقاية خير من العلاج. شكرا لك أستاذ محمد الحليمي، أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. احنا وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، لكم أطيب ورق تحية من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون مجدولين على مال إدريسي اللي رفقتني في الإخراج، وسامحة في استقبال مكالمتكم. يوم جمعة مبارك وصبيحة سعيدة كنتمناها للجميع، إلى اللقاء.